مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة، ولو مشينا على الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده هنلاقي الكثافات مكملة معانا لحد ميدان العباسية ومسجد النور. بعد كده الكثافات أمام جامعة عين شمس، وده بسبب طبعا دخول أو موعد دخول الطلاب للكليات. نفس الكثافات لو أخذنا طريق شارع الجيش هنلاحظ إن فيه هناك كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد، وشوية بشوية الطريق بتقل فيه الكثافات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. لو مشينا على كوبري أكتوبر هنلاقي كمان كثافات بتقل بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر، أما الاتجاه الثاني برضو فيه كثافات لكنها أقل بشوية وبتزيد عند غمرة وشارع بورسعيد. تعالوا نروح للجيزة، فيه هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان كمان، وشارع أحمد عرابي اللي جاي من الدائري في سيولة مرورية. لكن لو رحنا لميدان لبنان المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية ومكملة معانا لكن الطريق العكسي اللي هو قادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، في كثافات مرورية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحور. ولو رحنا قريب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مرورية إنما نسبية، وفي كثافات تانية ظهرت على كوبري الجامعة. تعالوا نروح لمحافظة الإسماعيلية، هناك هنلاقي طريق عثمان أحمد عثمان اللي رابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبدا على حركة سير السيارات. أما المتجه لشارع بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. كمان هنلاقي سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة القطر سوهاج اللي هناك الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي هناك سيولة مرورية. كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.